وللمزيد من المتابعين ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ كاظم أبو خلف الناطق باسم الأونروا في الضفة الغربية. أستاذ كاظم، يعني بنرصد تصعيدا إسرائيليا بالضفة الغربية بعد توقيع هدنة غزة، قراءتك لهذا التصعيد؟ مساء الخير وشكرا للاستضافة. الحقيقة أن الضفة الغربية هي على صفيح ساخن منذ حتى قبل الحرب على غزة، ولكن ما يحصل بالضفة الغربية الآن أن الانتباه كله والأضواء تسلط على قطاع غزة، ولكن نحصل على الأرض في الضفة، في مخيمات الضفة، في جنين وطول كرم ونابلس، أن هناك عمليات يعني عسكرية إسرائيلية لا تتوقف، لا أول لها ولا آخر. نحن لم نتحدث بعد عن إعادة إعمار ما دمرته الآلة العسكرية الإسرائيلية في عمليتها التي قامت بها في جنين في الرابع من شهر أيلول، ثم بعد ذلك توالت العمليات، ثم دخلنا في الحرب على غزة وبالضفة الغربية في شمالها وفي جنوبها وفي مخيمات في طول كرم وفي نابلس وأيضا في الفوار في جنوب الضفة الغربية. أعداد المعتقلين ترتفع بشكل كبير، أعداد من يهجر من البدو على سبيل المثال بحكم عنف. نعم، يعني برأيك هذا التصعيد إلى أي مدى يعرقل أنشطة المنظمات الأممية ومن بينها الأونروا؟ نعم سيد كاظم أبو خلف، شكرا للاستضافة. الحقيقة أن الضفة الغربية هي على صفيح ساخن منذ حتى قبل الحرب على غزة، ولكن ما يحصل في الضفة الغربية الآن أن الانتباه كله والأضواء تسلط على قطاع غزة، ولكن نحصل على الأرض في الضفة، في مخيمات الضفة، في جنين وطول كرم ونابلس، أن هناك عمليات يعني عسكرية إسرائيلية لا تتوقف، لا أول لها ولا آخر. نحن لم نتحدث بعد عن إعادة إعمار ما دمرته الآلة العسكرية الإسرائيلية في عمليتها التي قامت بها في جنين في الرابع من شهر أيلول، ثم بعد ذلك توالت العمليات، ثم دخلنا في الحرب على غزة والضفة الغربية في شمالها وفي جنوبها وفي مخيمات في طول كرم وفي نابلس وأيضا في الفوار في جنوب الضفة الغربية. أعداد المعتقلين ترتفع بشكل كبير، أعداد من يهجر من البدو على سبيل المثال بحكم عنف. نعم الأستاذ كاظم أبو خلف الناطق باسم الأونروا في الضفة الغربية، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.